سهيل وكتاب خسر وباشا. أما هذا فهو سهيل وكتاب خسر. هنا هذا خسر باشا. الكتاب الدور الثاني هنا. هذا هو الكتاب. أما السبيل فهو في الدور الأرضي هنا، وهذا شباك التسبيل. هذه حمامات في واجهة الشارع. الملك الصالح نجم الدين الحيوب كان هذا هو مدخل الصالحين. انظروا لهذا السور بطوله حتى هذه القبة. أما هذه المباني فواضح أنها جدت قبل خط تنظيم الملك الصالح. هذا السبيل والكتاب الصالحية. بسم الله سهرين. فهنا لما نكون احنا هنا في 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 شارع المعز، فأقصى في ناحية الشرق، لا الشمال، الشمال الشمال الشرقي، ويكون سور مجرى العيون بادئ من هناك من الغرب الجنوب، تمام، ويكون في انفاق كانت بتمشي فيها المية لغاية البير ده. النفق اهو يثبت لك كلامي. وكل ما المية كانت بتتوزع من هنا اكتريتها يعني على المنطقة، دي فتحات، فتحات توزع على المنطقة كلها، في الاتجاهات كلها، الاتجاهات كلها دي. عشان في ناس بتسألني ايه الفتحات دي. الفتحات دي كانت المياه بتعلى، كانت تنزل تخش الاماكن، الاماكن كلها الاثرية اللي انت شايفها في المعز. علشان تسقي فعلا، وخادم المكان يسحب من مياه من البير ده من 700 متر يصبها في عين كانت مفتوحة هنا، وكانت المياه تخش كانت تفنطر في هذا الفنتر ده في السبيل. وتبدأ الناس تشرب من سبيل خسر باشا. وطبعا كان فوق كتاب كان بيقرأ في القرآن في العصر العثماني. في عصر خسر باشا. خسر باشا. اتفضل يا فندم. طيب ثواني كده مع حضرتك. ماشي. انا يعني بصراحة لا احب بقى اعرف قصة المبخرة دي كمان. لا اصل دي جديدة. دايما متخيل ان دي مئذنة زي اللي موجود. لا 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 لا. انما المسألة مش بالحاكم. دي مشنقه كان عليها جد المعز. ما انا عارف، بس دي مش مئذنه. لا مشنقه. ما ايه بص عليها مشنقه. يعني ايه المشان اللي انت شايفه فوق عند في عند جامع الحاكم؟ دي مشنقه. لا يا راجل التاريخ يا عم، ما تاخدش بكلامي برضو، بس اقتنع بكلامي. انا بقالي 20 سنه في الشارع ده. مشنقه يعني دي كان بيعلق عليها الناس، كان بيخنق بالناس بتتشنق فيها. لا حول ولا قوه الا بالله. وهنبدا نخش غرفه السبيل، وجات الميه تنزل من العين المفتوحه ديت، وده الفلتر اللي كان بيتفنطر عليه المايه. ده الشزروان فعلا، كانت الفلتر يتفنطر عليه المايه في العصر العثماني، وتبدا تمشي مجرى كانت تمشي تودر الحوض ده، ومجرى كانت تودر الحوض ده. المجرى دي المفروض ان هي هنا تسدت في الاسمنت اللي حطوه، مش كده؟ كانت بتمشي تحت الرخام اللي احنا واقفين عليه. فعلا، وكانت تبدا المايه توصل للحوض دي، وتبدا الناس تشرب. الناس تشرب السبيل من غرفه السبيل. يمدوا هنا الاكواب النحاس. ايوه، ويشربوا من السبيل مطرح الكوبايات اللي حفرت الرخام. الكوبايه دي العتبه دي بقى لها 550 عام من عصر خسرو باشا، من عصر العثمانيين. الارض زي ما هي، السقف زي ما هو، اتجاه قبله مكه معمول بالجولد بمياه الذهب في العصر العثماني. يعني هم حاطين المياه في اتجاه القبله من باب التبرك. يعني الجارية دي الصدقه الجاريه اللي بتنفع بالعالم في القبر. ايوه، او نهر اجراه. فعلا، او نهر اجراه. وهنيجي نحكي طبعا على المبخره اللي انت شفتها حضرتك. ايوه، المبخره دي ليها قصه جامده. أيوة. المبخره دي اتعملت لهدف واتعملت لحاجه كان ممنوع، يعني لازم تتعمل المبخره دي في منطقه القاهره القديمه في شارع. هو الباب اسمه باب الزهومه، ومعناها الريحه المش ظريفه اللي هي ريحه تنتن اللحم. فالباب اسمه زهومه ليه بقى؟ لا ما عشان خاطر كان الباب دوت كان المبخره ديت اللي كانت بتبخر المنطقه دي في الوقت ده.
لا بس هو يبدو ان المنطقه دي شبه المجزر او حاجه يعني. لا ما اقول لك ثواني بقطع كلامك يعني عشان دي معلومه برضه. كان في الوقت دوت المقبره دي معموله ليه؟ لما كانت المماليك بتيجي من القلعه ما كانش في مملوك قاعد هنا ولا صلاح الدين كان قاعد هنا ولا نجم الدين كان قاعد هنا، كانوا قاعدين فين؟ في القلعه، قصر الروضه في المنيل في قصر القلعه في القلعه. وكانت طبعا لما كانت الجيوش كانت بتيجي والمماليك دي كانت بتيجي المنطقه دي تقعد في اماكنها، كانوا بيربطوا الخيول والجمال فين؟ اهو عند السبيل ده اللي هو حوض الدواب بتاع الناصر قلاوون. ايوه عشان يشربوا منه. كان طبعا كان في الوقت في روس ريحه الخيل وريحه السبله كانت عامله مأززه الناس هنا في القاهره القديمه في شارع المعز. طبعا الناس اتأززت واشتكت للمماليك واشتكت لنجم الدين، قالوا خلاص احنا هنعمل مقهره ما دام ماشيين ريحه السبله والخيل ما نقطعش السبيل اللي بيشرب منه الدواجن. طبعا عملت المقهره دي عشان تبخر ما دام ماشيين ريحه سبله وريحه الخيول، يشموا ريحه بخور ما دام ماشيين ريحه السبله وريحه الخيول في الوقت ده. يعني حتى الاهتمام بالروائح في العصر الايه اللي احنا الايوبي، نهايه العصر الايوبي يعني معنى كده ان ما سقطش منها حاجه، هي كانت كده. هي المبخره دي مبخره، دي مبخره عشان تصورها وترد المعلومه صح. تمام، ما تعرف معالمنا احنا لا دي كانت مبخره، كانت مبخره. والثانيه مشنقه، الثانيه اللي كانت الحاكم كانت مشنقه للدرجه دي. كان الحاكم قاسي، بس هو المسجد اللي بدا بناه ابوه، وده باب ايه؟ ده كان باب بيتحط في المصاحف، المصاحف الترميم يعني، هيخش الترميم باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حابب يطلع فوق؟ يا ريت. اتفضل. وده السلم القديم، ده السلم بتاع لجنه حفظ الاثار ايام ايه؟ السلم ده اللي كان بيطلع عليه فوق. ايوه ده ايام عباس حلمي. فعلا عباس الله. يا الله، يعني كان في هنا سلم حجري واطفال بتصعد عليه. الطفل ما يقدرش يطلع على ده. لا ده حاجه صعبه. على ما يا رب نقوش. يا الله يا الله. يا رب. تمام بسم الله. دي السرة ودي القبة وهنا نقوش ودي المبخرة، كده واضح ان ما سقطش منها حاجة. اهو اهو من فوق مغلقة ولكن لها فتحات. مبخرة. وده الكتاب اللي كانوا بيعلموا فيه الأطفال مبادئ القراءة والكتابة. واسم خسرو باشا اهو، اسمه فين خسرو؟ اهو اسمه اهو. خسرو باشا. باشا كان من العصر العثماني المكان ده، وده وعاملين الشكل دوت بالخشب النخلي، اكني نخله قدامك هي بتاعت البلع. ده خشب نخل مش خشب عادي، ده خشب نخل. لو ده نخل من النخله على الخشب اهو زي ما انت شايف حضرتك. لو ده نخل يسوس بسرعه. لا لا لا، كانوا بيحطوا مادات في الوقت دوت تحفظ الخشب ده ويقدروا يحفروا النقوش الجميله دي. ممكن تزرع الناس دي يا راجل، ده احنا عندنا الجريد بيسوس قبل السنه ما بتفوت. فعلا لو في قفص ما بيكملش شهور وانت تلاقي فيه السوسه شغال. يا رب. من هنا نرى مدرسه السلطان الناصر قلاوون، مشهد مهيب. الصالحي نسبه الى هذا الرجل الملك الصالح نجم الدين ايوب صاحب المدرسة التي نقف أمامها. هنيجي نبص هنا هنلاقي مأذنة قدامنا اهي. الخشب اللي فوق ده كان الخشب دوت اللي كان بيجي عليه الحمام الزاجل، اللي كان بيجي رسائل فعلا للمملوك،
والمأذنة اللي بعدها كانت بتاعة السلطان برقوق، والشبيك اللبن اللي قدامك ده كان مدرسة اسمها مدرسة النحاسين. دي مدرسة النحاسين. مدرسة النحاسين دي كان متخرج منها مين؟ كان نجيب محفوظ الكاتب، ومتخرج منها جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية. دي المدرسة دي ابتدائي؟ فعلا. في ترميمات. وبص على القبة بتاعة برقوق عاملة زي البصلة. اهي شبه شبه قبة سرغطمش. ايوه. ودي القبة بتاعت الملك الصالح، دي الخوذة بتاعته اللي كان بيلبسها في الحروب، دي رسمتها. دي رسمتها، رسمة القبة. القبة ديت كانت عاملة زي الخوذة اللي كان بيلبسها الملك الصالح، لو أملت فيها أول خوذة ديت القبة ديت هتقول فعلا كلام الراجل اللي وقفت معاه ده كلامه صح. دي دي القبة ديت هي اللي إيه اللي كانت الخوذة بتاعت الملك الصالح نجم الدين. أمال شباك التذاكر ده مكان إيه؟ ده كان جزء من مدرسة السلطان بيبرس. بيبرس. اي ايوه. دي المدرسة اللي درست. السهم بتاعه هو الاسدين هم في وش بعض. تحت السهم بتاع المدرسة. تحت المدرسة بتاعت المدرسة بيبرس دي في السهمين الاسدين واقفين اهو. دي الرموز بتاعت العلامة اللي نازلة زي التمانية. أيوة. تحتها الاسدين هم هنا وهنا. في اسدين مرسومين هم. لما تنزل تحت بوريهم لك. دي جزء من مدرسة السلطان بيبرس. ايوه. كانت السهم بتاعه هوت والرموز بتاعه السلطان بيبرس. ده أيوة. الاسهم مرفوعه لفوق. فوق. بص تحت تحتهم على طول في اسدين في وش بعضهم. زي اللي في متحف صغير. زي اللي في متحف الشرطه في القلعه. جدع. لما كان بيبرس كان على الحيطه تحت. ايوه. النسر بتاعه والمؤاخذه العلم بتاعه عليه السهم وعلى الاسدين. السهم والاسدين. لمعلومه يعني ما مستخبيه. ايوه هو الرنك بتاعه فعلا الاسدين اهم دول الايه الاسدين. وما تنزل تحت خليك تصوره وتتامل فيهم قدام اهم. ايوه فعلا. ايوه جبتهم. أهو. الله اكبر عليك عشان تصدق كلامي. أهو. اسدين في وش بعضهم بيحاربوا بعض يمين وشمال. وده السهم بتاعهم برضو. والسهم اهو كل ما تلاقي السهومه دي تبقى في عصر المماليك. وفي عصر الايوبي اهو. انت تقصد اللي هي العرايس. ايوه. العرايس الحربيه مش البشريه. ايوه. بس واضح ان العرايس اللي هناك بتاعه الظاهر برقوق مختلفه فرقه. بس يعني دي مسننه لانها حربيه. دي مدارس حربيه. حربية. انما برقوق العروسه بتاعته شكلها عاطي شويه على احمد بن طولون. صح. على شكل بني ادم واقف اهو له راس. اهي. ايوه فعلا. اهي. ايوه ايوه ايوه. او بني ادم. ايوه. ايوه حريه. رمز الحريه. رمز الحريه فعلا. بني ادم واقف اهو بروس تقريبا. ايوه روس فعلا. الله اكبر على ذكائك. ايوه فعلا. ايوه ما هو دي اللي موجوده في ابن طولون. ودي الروس فعلا. السهم ده غير ده. ايوه مختلفه. العرايس مختلفه. بس تحس ان نفس الرسمه بتاعت السهم اهو. في نوع من التناسق يعني عشان الايه المنطقه فيها تجاور حضاري معماري. الشارع ده اول مله كانت الفاطميين، ثاني مله الايوبي، ثالث مله المماليك، رابع مله دول. قصدك دول. قصدك دول مش ملل. مش ملل. لان لو ملل يبقى هنتكلم عن اليهود، بس اليهود مش هنا. لا انا بقول لك اربع يعني اربع دول. اربع دول. اربع دول مسكوا في اربع دول. الناس دي كانت ما شاء الله عليها. لا كان مخهم زري. ما كانش مبنى ماتش على الحجر. دي معاني جامده بس مش عارفها ايه دي. دي تبقى الصوره المركزيه بتاعت الاقواس. يعني شوف هنا مبني بشكل هندسي بحيث ان لو في زلزال ما ينهدمش. لان هم كانوا بيبنوا على اسطمبات خشب. فعلا فعلا فعلا. زي السلطان حسن. السهم اهو. السهم اهو. خد بالك من السهم بتاع الايوبي اهو. لا لا على الحيطه نفسها. ايوه ده. ايوه ده السهم اهو نازل كله لحد فين اهو. اهو على مهلك. انزل بضهرك.